في الكثير من الأحيان تطرح أسئلة حول ما هي أفضل دبابة للمعركة الرئيسية حول العالم، وما هي أحدث دبابة حديثة للمعارك الرئيسية، وما هي ميزاتها. يستند تحليلنا لأقوى 10 دبابات على النتيجة المجتمعة من حيث الحماية والقوة النيران والدقة والتنقل، ولم تشهد أي من الدبابات المدرجة فيما يلي قتالا ضد بعضها البعض خلال عمليات عسكرية حتى الآن. وعلى الرغم من أن بعض الأشياء مثل الدروع المصنوعة من المواد المركبة مثل المعادن والبلاستيك والسيراميك، فإن المتعارف عليه أن النسبة التركيبية تكون شديدة السرية، إلى أنه أيضا هناك الكثير من المعلومات عن هذه الدبابات وتتوفر على نطاق واسع، حيث جميع الدبابات المذكورة فيما يلي قوية ومدمرة بشكل لا يصدق. ومع ذلك فإن التدريب الطاقم الدبابة يعتبر أيضا عاملا رئيسيا، وذلك لأن الأداء الفعلي للدبابة يعتمد على أداء الطاقم. متابعينا، قبل أن ننتقل إلى هذا التحليل لأقوى 10 دبابات في العالم، فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وأيضا إن كنت جديدا في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. في المركز العاشر، دبابة التي 90 الروسية. إن التي 90 هي حاليا الدبابة الوحيدة المنتجة بكمية كبيرة في روسيا. هي ليست متطورة مثل منافسيها الغربيين، ولكنها تستخدم تكنولوجيا مجربة وفعالة من حيث التكلفة. تعد حاليا هي الأكثر نجاحا تجاريا في السوق العالمية للدبابات المعركة الرئيسية، كما تصنف في مركز متميز بين أرخص الدبابات الميدان القتال الحديثة التكلفة. تمتاز التي 90 بأن لديها لمحة صغيرة، مما يجعل من الصعب أن تصبح هدفا للضرب بالنيران. ويوجد عيب كبير في التي 90، وهو الذخيرة المخزنة في المقصورة الرئيسية بسبب أسلوب تركيب المرقم الآلي. بمجرد أن يتم اختراق جسم الدبابة فإن الذخيرة بداخله تبدأ بالانفجار، مما يؤدي إلى قتل جميع أفراد الطاقم وتدمير الدبابة. ويعد هذا العيب شائعا في جميع الدبابات الميدان القتال السوفيتية والروسية والأوكرانية والصينية الصنع، حيث تمتاز الدبابات الأوروبية الغربية بوجود حجرة منفصلة في جزء من برج الدبابة تضع لوحات التفجير والذخيرة. لا تعتبر التي 90 دقيقة فيما يتعلق بإصابة أهداف بعيدة المدى، إلا أنه يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات الموجهة بنفس الطريقة كما ذخائر عادية. في المركز التاسع، دبابة أوبلود إم الأوكرانية. مع انهيار الاتحاد السوفيتي واصلت أوكرانيا تطوير دبابات المعركة الرئيسية T-80UD التي تعد أحدث نسخة من هذه الدبابات هي أوبلود إم، حيث تم تجهيزها مع الدروع المتفجرة كوق من الجيل الجديد. وورثت الدبابة ميدان القتال هذه من سابقتها نظام تحميل الذخيرة التلقائي. يتم تخزين الذخيرة في المقصورة الرئيسية بدلا من حجرة منفصلة مع لوحات التفجير. هذا عيب كبير في هذه الدبابة، حيث يتم اختراق الدروع فمن المرجح أن الذخيرة سوف تنفجر وتقتل الطاقم وتدمر الدبابة. وهذه الدبابة الأوكرانية الأخيرة ليست دقيقة في إصابة الأهداف بعيدة المدى بالمقارنة مع الدبابات المنافسة من إنتاج الدول الغرب أوروبا، ومع ذلك فإنه يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات الموجهة بنفس الطريقة كمذخائر عادية حتى مدى 5 كيلومترات. في المركز الثامن، تأتي الدبابة الفرنسية لكليريك. دخلت هذه الدبابة الفرنسية للمعركة الرئيسية في الخدمة عام 1992، وعموما فهي ذات تصميم ناجح. وقد استخدمت الدبابة الغربية في وقت لاحق عددا من ملامح التصميم لكليريب، وتم استخدامها خلال عدد من عمليات حفظ السلام وعمليات العسكرية. ويتوافر لهذه الدبابة الفرنسية درع مركب من مواد مختلفة بشكل متطور، مع إضافة درع وحدات مستوى الحماية يمكن أن يكون مصمما حسب درجة تعرضها للتهديد. وقد تم تصميم البرج والسقف جسم الدبابة لتحمل أقوى هجوم بالذخيرة من أعلى، ولكن من حيث الحماية فإن الكليريك لا يمكن أن تطابق مع الدبابات الأخرى مثل الدبابة M1 أبراز الأمريكية أو البريطانية تشالنجر 2، حيث يتم تسليح هذه الدبابة بمسع 120 ملم. ويتم تشغيل الدبابة الميدان المعركة بمعرفة طاقم من 3 أفراد
وهي مزودة بنظام تقييم الذخيرة التلقائي المحمول، كما تتميز بقدرة ضرب النيران عالية ضد كل الأهداف الثابتة والمتحركة، كما أن لديها القدرة على المشاركة كالصياد القاتل. ويزعم أن الكليرك يمكن أن تستهدف 6 نقاط على بعد مسافة 1.5 أو 2 كيلومتر في غضون دقيقة واحدة، مع احتمال تحقيق نسبة إصابة دقيقة تصل إلى 95%. وهذه النتيجة مثيرة للإعجاب. في المركز السابع تأتي دبابة التايب 90 اليابانية. تم تطوير الدبابة اليابانية تايب 90 من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالتعاون مع مصنعي الصهاريج كراوس مافي وصناعة الدبابة ماك الألمانية. ويوجد عدد من أوجه التشابه الخارجية مع اليوبارد الألمانية 2. وقد اعتمدت رسميا تايب 90 من قبل القوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في عام 1989، وبدأ الإنتاج على نطاق كامل في عام 1992، وكانت آنذاك واحدة من الأكثر تقدما في الواقع وأغلى إنتاج دبابة ميدان القتال. وكان الجيش الياباني قد طلب تصنيع 600 من هذه الدبابة، ولكن تم إنتاج حوالي 340 فقط بسبب ارتفاع سعر الواحدة، ولم يتم تصدير هذه الدبابة مطلقا حيث لا تسمح قوانين اليابان بتصدير المعدات العسكرية. يتم تسليح الدبابة الميدان القتال اليابانية بمدفع ألماني ريني ميتال 120 ملم، والذي تم إنتاجه بترخيص من الشركة الأم في اليابان. في المركز السادس دبابة ميركافا MK4 التابعة للجيش الاحتلال الصهيوني. ميركافا MK4 هي أحدث نسخة تابعة للجيش الصهيوني، أو هي تطور آخر لميركافا MK3. MK4 هي من الدبابة القتال التي تتميز بتصميم جيد، تعطي الطاقم حماية إضافية وفرصة البقاء على قيد الحياة إذا تلقت الدبابة ضربة قاضية. وتم تجهيز هذه الدبابة بنظام الحماية النشط الذي يدمر الصواريخ والمقذوفات المهاجمة لها، كما أن الحماية تشمل مقاومة الصواريخ الموجهة التي تطلق من الجو وأسلحة الهجوم العلوية المضادة للدبابات. وتم تزويد هذه الدبابة بمدفع من عيار 120 ملم. كما تم تجهيز ميركافا MK4 مع نظام جديد لمكافحة الحرائق، والذي يتضمن بعض الميزات المتقدمة للغاية، منها على سبيل المثال القدرة على إطلاق النار ضد طائرات الهليكوبترز التي تحلق على ارتفاع منخفض باستخدام الذخيرة التقليدية. تنقل ميركافا يعتبر متوسطا بسبب الوزن الزائد، على الرغم من أنها مزودة بمحرك قوي. تمتلك جميع الدبابات من سلسلة ميركافا مقصورة خلفية يمكن استخدامها لنقل القوات والبضائع تحت الدروع، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 10 جنود عندما يتم تفريغ الذخائر. في المركز الخامس الدبابة الروسية أرماتا. أرماتا هي دبابة قتالية رئيسية روسية جديدة من الجيل الجديد، تم الكشف عنها لأول مرة عام 2015. تم تصنيع دفعات صغيرة من هذه الدبابة، وقد بدأ إنتاجها الكامل في فترة 2017 و2018. وللأرماتا تصميم جديد مع عدد من الميزات المتطورة، فهي تتشابه إلى حد كبير مع الدبابة التي 90 الحالية، رغم كونها أكبر حجما منها بكثير، وتعد واحدة من أكثر الدبابات حماية في العالم، كونها مزودة بدرع قاعدة تم تطويره مؤخرا، وتم صنعه من الصلب والسيراميك ومواد مركبة أخرى، علاوة على الإضافة الجديدة وهي درع واقع من المتفجرات. وقد أفادت البيانات المتوافرة أن أرماتا تم تزويدها بنظام دفاعي نشط جديد يقلل من فرصة التعرض للضرب من قبل العدو بواسطة الصواريخ المضادة للدبابات شبه آلية التوجيه، مع نظام التحكم شبه التلقائي للدبابة يتم تشغيلها بواسطة طاقم من 3 أفراد فقط، ويجلس جميع أفراد الطاقم جنبا إلى جنب في خلية مدرعة محمية بشكل جيد تقع في الجزء الأمامي. وتعود أول دبابة ميدان قتالي في العالم، يتم إنتاجها بهذا التصميم لمكان الطاقم، ويمكن أن تعمل حتى مع اختراق الدروع بقدر ما تكون خلية الطاقم سليمة. كما أن أرماتا هي الأولى في العالم مع برج الذي تم تصميمها بدون طيار تماما، وهي مسلحة بمدفع عيار 125 ملم جديد، أكثر دقة من المدافع الدبابة الروسية السابقة، ويمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابة الموجهة بنفس الطريقة المتبعة في إطلاق القذائف التقليدية. في المركز الرابع دبابة المملكة المتحدة تشالنجر 2. هي دبابة في غاية الكفاءة ومجهزة بأحدث الدرع، وتعتبر واحدة من أكثر الدبابات المعركة الرئيسية التي تتمتع بالحماية على مستوى العالم حاليا، حيث توفر مستوى عالي جدا من الحماية
لدى الأسلحة النارية المباشرة، ويتم تزويد هذه الدبابة البريطانية بمدفع دقيق جدا من عيار 120 ملم، وتنطلق قذائفها من ماسورة دقيقة المستخدمة في معظم الدبابات الميدان القتال الحديثة الأخرى، ولكن يبلغ أقصى مدى لهدفها أكثر من 5 كيلومترات، وتحمل التشالنجر رقما قياسيا لأطول قائمة من التفوق في القتال بين الدبابات وبعضها البعض. في المركز الثالث M1A2 SEB التابعة للولايات المتحدة. أصبحت الدبابة M1A2 SEB خليفة للأبرامز A1A2، وتم تجهيز هذه الدبابة بتكنولوجيا ودروع لا تصدق، كما أنها اشتركت في عملية قتالية ووصفت بأنها من أكثر الدبابات إثارة للخوف في المعركة الرئيسية. توفر M1A2 SEB حماية كبيرة ضد جميع الأسلحة المضادة للدبابات المعروفة. تستخدم الدبابة القتال الرئيسية درعا متقدما، كما أنها معززة بطبقات اليورانيوم. تعد قوة ودقة إطلاقها للنيران أقل شأنا قليلا من اليوبارت 2 أو كورية الجنوبية K2 الفهد الأسود بسبب قصر مدفعها الذي يبلغ 120 ملم، ومع ذلك فإنه لا يزال يوجه لكمات هائلة. في المركز الثاني دبابة K2 أو كما يطلق عليها الفهد الأسود التابعة لكوريا الجنوبية. إن الفهد الأسود تعد حاليا واحدة من الدبابات المعركة الرئيسية الأكثر تقدما في العالم، وتتفوق على أي دبابة تمتلكها كوريا الشمالية أو الصين، وعلاوة على ذلك فهي أغلى دبابة المعركة الرئيسية حتى الآن. تستخدم هذه الدبابة درعا مركبا من مواد مختلفة لا يتم الإعلان عن تفاصيلها، ووحدات الدروع المضادة للمتفجرات، ويزعم أن الدروع الأمامية قادرة على أن تحمل ضربات مباشرة من القذائف المضادة للدبابات من عيار 120 ملم التي تطلق من مدافع L55، وتشبه حمايتها إلى حد كبير نظيراتها الأمريكية أبرامز، مع ملاحظة أن K2 أخف وزنا بكثير. كما تتميز الفهد الأسود بنظام حماية النشط ونظام مضاد يزيد من قدرة بقائها في الخدمة. في المركز الأول دبابة ليوبارد A72 التابعة للجيش الألماني، نسخة حديثة من التصميم السابق والذي حقق نجاحات. ليوبارد 2 وتتميز بدرع إضافي وإلكترونيات محدثة. ليوبارد A72 محمية بشكل جيد ضد التهديدات التقليدية والحرب الحضارية مثل قذائف RPG وعبوات ناسفة. هذه الدبابة لديها دقة أفضل ومدى نيران أطول مقارنة مع الدبابات الأخرى بسبب مدفعها القوي، بالإضافة إلى ميزة النظام المتطور لمكافحة الحرائق. ليوبارد A72 مزودة بمحرك سبق اختباره بدقة، وتبلغ قوته 1500 حصان، وعلى الرغم من ثقل وزنها فلديها قدرة على التنقل بشكل أحسن بسبب تحسين المكونات التي كانت تعيقها في السابق، ويشبه أداؤها في المعارك دبابة الفئة الأخرى من ليوبارد 2. ضرب الجيش الألماني الدفعة الأولى من 20 دبابة ليوبارد حيث بدأت عملية التسليم في عام 2014، ويخطط الجيش الألماني لترقية من 50 إلى 150 دبابة من الفئة A72، فيما طلبت المملكة العربية السعودية 200 دبابة من نفس الفئة، بينما طلبت قطر 62 دبابة.